مرحبا بكم مشاهدينا ومساكم الله بالخير جميعا وين ما كنتوا تشوفون شاشة قناة الفجيرة وفي برنامجكم الفجيرة. تجمعنا دائما على الخير والمحبة والسلام دائما ومواضيع نتكلم فيها عن دولة الإمارات. أكيد ما أبدي الحلقة إلا ورحب بزميلتي المبدعة والمتجددة دائما سهام، مساك الله بالخير وبداية أسبوع جديد عليك. يسعد مساك، بداية أسبوع جديد، بس إحنا افتقدناك عاد كل يوم سمير تغيب عنا. تعرفين عاد شوي مشاغل الحياة والأمور اللي تصير، لكن إن شاء الله نحن دائما أكيد سهام يعني الشوق لكم أنتوا أكثر بعد وللمشاهدين مشاهد يعني. أكيد مشاهد دائما خلاص تعود على هالثنائي فما يبقى يكون كل واحد اليوم. أنا إن شاء الله إذا طلعنا فاصل عقب الفاصل عندي صورة حتى براويها للمشاهدين، أول حلقة طلعناها في برنامجنا المسائي في تلفزيون الفجيرة. الله يحفظك يا رب، ذكريات جميلة وإن شاء الله نحن نستمر ونقدم للمشاهدين كل ما هو مميز وجميل على هذه إن شاء الله. سمير أكيد مشاهدينا فقراتنا متنوعة بنتكلم فيها عن مواضيع كثيرة في الدولة. بنتكلم بداية عن أنشطة نادي الشباب العالمي للأعمال. أكيد في فقرة إماراتنا إتيكيت التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي فقرة فن الفجيرة مشاهدينا أكيد بنتكلم عن لجنة المسؤولية أو لجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة. وبنتكلم في عن السرد القصصي الناجح في فقرة مجلس الدار. سمير ومشاهدينا أما في فقرتنا الأخيرة من ذاكرة الفجيرة بنتكلم عن أهم الوديان في الدولة والتي أدرجت كمنطقة محمية من الفئة الثانية التابعة للاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة ومواردها. أكيد سهام هذه مواضيع متعددة ومتنوعة دائما نحن نركز عليها في الفجيرة تجمعنا ونجمع كل العالم وكل الدولة وكل الإمارات في الفجيرة. أخبار حصرية وجديدة، فلذلك مشاهدينا نبدأ معاكم لخبرنا اليوم هو افتتاح مدينة إكسبو مطلع أكتوبر 2022 اللي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهي الوجهة الجديدة في إمارة دبي. نعم. وقال مشاهدينا وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأخوة والأخوات بعد النجاح التاريخي أكيد لمعرض إكسبو دبي 2020 واللي زاره أكثر من 24 مليون زائر والذي شكل أكيد سمير ومشاهدينا بصمة تاريخية في معرض إكسبو عبر 170 عاماً. أكيد سهام هذا المعرض اللي لا يزال في ذاكرة الجميع وكل زوار دولة الإمارات، يعني تخيلي إكسبو 2020 جمع العالم كله في دبي ولفت الأنظار كلها. أكيد سهام وذكريات الناس في هذه الأجنحة وهذه الأروقة أكيد. وأضاف أيضا بأنه نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. وأضاف سموه مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة أكيد وكذلك صديقة للعائلات وجيل المستقبل وصديقة مشاهدينا للتقنية وصديقة كذلك للاقتصاد أو المدينة هذه المرتبطة أكيد بميناء ومطارين والمرتبطة كذلك بأجمل الذكريات لملايين من البشر. مشاهدينا سيبقى سحر إكسبو مستمرا وستبقى قبة الوصل وستبقى شلالات إكسبو وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرة. وقال سموه المدينة الجديدة ستضم متحفا جديدا ومركزا عالميا للمعارض ومقرات لشركات اقتصادية ضخمة وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها، وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله. أكيد بتكون مدينة تمثل حلم كل مدينة وتشمل مشاهدينا أكيد عوامل جذب الزوار إلى مدينة إكسبو دبي، جناح المرأة والذي يسلط الضوء أكيد على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وكذلك جناح الرؤية المذهل والذي يبرز مسيرة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. أكيد سهام مثل هذه الأماكن دائما ترتبط بالإنجازات والذكريات الكبيرة والضخمة صحيح. اللي يعني نحن بأجيالنا القادمة عيالنا اللي بيون من بعدنا راح نعم. يستذكرون ويسألون عن هذا المكان، فجميل جدا أن نحن نكون اليوم أكيد. جزء لا يتجزأ مو كذي سمير، احنا بعد ما انتهى إكسبو الكل كان يتساءل يعني شو بيسوون في هالمنطقة شو بيسوون في هالأماكن الجميلة اللي جهزوها وكل شيء، فاليوم أكيد يعني هذا الخبر الجميل أكيد أعاد نقول بهجة والذكريات لكل من زار هذه الأرض أو هذا المكان الجميل سمير. وإلى موضوع آخر سمير مشاهدينا، موضوع فعاليات المعرض العائلي لعيد الأضحى المقام في مركز الفجيرة للمعارض، وجاء ذلك بتنظيم شركة قمة الأصايل لتنظيم المعارض واللي افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. نتابع معا هذا التقرير.
بعد توقف فترة طويلة من تنظيم المعارض الاستهلاكية تم افتتاح اليوم معرض العائلي لعيد الأضحى. هذا المعرض الذي يستهدف شريحة كبيرة من الأفراد في المجتمع خاصة إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية والمناطق أيضا المجاورة لإمارة الفجيرة خاصة سلطنة عمان. نحن سعداء بهذا المعرض الذي يحتوي على العديد من العارضين المتنوعين بمختلف البضائع والإكسسوارات والملابس والألعاب والمطاعم. هناك تنوع متميز في هذا المعرض. أيضا ما يسعدنا هو الحضور الذي توقف فترة طويلة. هذا الحضور المتنوع أيضا من المواطنين وخاصة من سلطنة عمان، هذه الزيارات الجيدة وهذا العدد الجيد من الزيارات أثرى هذا المعرض. ونحن ندعو أيضا أهالي المنطقة الشرقية من زيارة هذا المعرض للمشاهدة ما هو موجود في هذا المعرض ولشراء احتياجاتهم من الالتزامات خاصة لعيد الأضحى المبارك. اليوم افتتح سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة التجارة وصناعة الفجيرة، يرافقه عبد الرحمن عبيد بن نامرود عضو مجلس إدارة نائب رئيس لجنة المعارض، أيضا عدد من الأفراد والموظفين والشركة المنظمة لهذا المعرض بجولة على أقسام وأجنحة المعرض، اطلع خلالها على أهم المعروضات وأثنى على تواجد هذه الشركات، ونأمل زيارة هذه الشركات في المرات القادمة للمعارض والمشاركة في المعارض القادمة. أول شيء مدة المعرض هو شهر، والشركات الموجودة هي شركات متنوعة من شركات كثيرة، منها التركية ومنها اليمنية ومنها الصينية والسورية وبعض البلدان الثانية بعد. اللي بيميزه عن المعارض الماضية أنه في تنوع شركات أكثر بالنسبة للألعاب، بعد ترفيه أكثر. أنا برأيي أنه مختلف عن المعارض الثانية، حتى الإقبال شايفينه إن شاء الله متزايد كثير، يعني غير المعارض الماضية. هذا الشيء مشجع يعني، وندعي كل الناس تشرفنا وتزورنا بالمعرض لتكتشف هذا الشيء بنفسه. يعني من ملابس أقمشة، ملابس أطفال، ملابس نسائية، عبايات، كل شيء يضم النساء ملابس موجودة. في بعض عندنا كمان بعض الأصناف للرجال، من بعد عندنا كمان شركات يمنية من بهارات وعسل وفضة، الفضة للرجال موجودة بعد. وفي بعد شركات تركية جديدة أول مرة بتوصل هنا بالإمارات موجودة معنا بمعرض الفجيرة. تتواجد العديد من الأندية داخل دولة الإمارات اللي تسعى دائما إلى إشراك المواطن في المبادرات والأنشطة التطوعية وغيرها بما يخدم المواطن والوطن. أكيد من بين هذه الأندية نادي الشباب العالمي للأعمال. نشوف معاكم هذه المادة وراجعين لكم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعمه الشباب الإماراتي. مشاهدينا لمعرفة المزيد عن هذه المبادرة خلونا نرحب بالأستاذة شمة درويش رميثي رئيسة نادي الشباب العالمي للإعلام. مرحبا بك للأعمال. مرحبا بك أستاذة، نورتي البرنامج. الله يرحبك حبيبتي، مرحبا ومشكورين على الضيافة هذه. واجب الغالي واجب. بداية أستاذة شمة، لو تركزين أو لو نركز على رؤية ورسالة نادي الشباب العالمي للأعمال. الرؤية هي حبيبتي هي رسالتنا هي دعم وتشجيع فكر الشباب للأعمال من خلال تنسيق الفعال مع شركائنا وتمكين رؤيتنا بأن نكون الأكثر تميز تقديم خدماتنا بوسائل مبتكرة ومتطورة. نعم أكيد.
استاذة طبعا شما نحن نرحب فيك دائما في برنامجنا الفجيرة تجمعنا، لكن نبي نتعرف معاك على أنشطة وفعاليات هذا النادي العالمي للأعمال. الله يرحبك أخوي سمير. هي إطلاق مبادرات وطنية وشبابية إيمانا مع النادي، من أهمية استنهاض واستثمارات الطاقات الشبابية لتفعيل دورهم في تنمية المجتمع. أكيد. وتوظيف عقول الشباب والاستثمار وقدراتهم ومواهبهم والاهتمام بهم، وذلك بدعم النادي للمشاريع الشبابية وتوفير جميع متطلباتهم. نعم أستاذ شما، كيف ترين أو كيف تشوفين أقبال المواطنين على المشاركات مثل مشاركتهم في هذه النوادي أو غيرها؟ والله حبيبتي طبعا وعي مواطنيننا عالي. نعم. وإقبال جيد، لأنهم مؤمنين بفعاليات العمل المجتمعي والتعاون بين أفراد مجتمعنا. صحيح. أكيد أستاذة شما، اليوم نادي العالمي للأعمال أكيد جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأي مؤسسة أو أي جمعية تدعم الشباب وتدعم الفئات المجتمع المختلفة تحتاج إلى شركاء وداعمين يكونون معاهم في أنشطتهم وفعالياتهم والخدمات اللي يقدمونها. خبرينا عن الداعمين والشركاء الاستراتيجيين لكم في هذا النادي. والله شركائنا البلاد ما مقصرة الحمد لله والشكر. نعم. وقدتنا مش مقصرين ويانا الحمد لله. والحمد لله والشكر، والإمارات معروفة أكيد العطاء. أستاذة شما، يوم الخميس كانت معاكم مبادرة جميلة قدمتوها في دلممول، أتوقع في دلممول. خلينا نتكلم عن هذه المبادرة التي قدمت هناك. تفضلي. نحن الله يسلم سويناها ملتقى محمد بن زايد للوطن زايد. نعم. زين، وكانت مبادرة جدا جدا يعني ما أقول كبرت باسم العنوان. نعم. وبالضيوف والحمد لله مبادرة طيبة. طبعا أستاذ اليوم مثل ما ذكرتي هذه المبادرة، خبرينا عن اليوم وجود مثل هذه الأندية في دولة الإمارات، كيف أنها ممكن تخدم الشباب وتساعد المجتمع في تطوير أعمالهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم؟ إحنا نسعى لخلق جيل جديد من الشباب لدخول عالم المال والأعمال، ونركز أيضاً في النادي على تقديم أفضل الخدمات. أكيد. رجال الأعمال والمستثمرين، وفي النهاية نهدف إلى تقديم النجاحات الشباب عبر إقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية إن شاء الله. من فعاليات وتميز إن شاء الله. أستاذة شم درويش رميتي، رئيس نادي الشباب العالمي للأعمال، شكرا على هذه المداخلة حبيبتي. حبيبتي وشكرا، مشكورين. الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع هذا الفاصل من هذا الفاصل تريونا. فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت أصبحت جزء أساسي من الحياة اليومية للكثير من المستخدمين. انتشار واضح واهتمام كبير بالسوشيال ميديا خصوصاً من فئة الشباب. لهذا السبب نشوف من الضروري وضع قواعد وأداب وإتيكيت تحكم التعامل والتواصل بين الجميع، وأيضاً تؤسس العلاقات لتكون مبنية على التقدير والاحترام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في فقرة إماراتنا. مشاهدينا خلونا نرحب بالأستاذة أمل آل علي، كاتبة وخبيرة بروتوكول وإتيكيت اجتماعي ومدرب كذلك دولي في لغات الجسد. طبعا سمية تحت الهواء كان يقول أنا أخاف من الأشخاص أو الشخصيات اللي يقرون لغة الجسد، إنه ما شاء الله مش بس خوف، أشرد شردة. تسرد؟ أشرد عيل. لا 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 بس استديو ما أقدر أشرد. ليش سهام؟ الله يعطيك. ليش؟ نعم. لأن الشيء يعني أحيانا يوصل إلى مرحلة الخوف أن هذا ممكن مراقب. إيه مراقب يعرف كل شيء. الله يعطيك العافية أستاذ أمل. حياكم الله وسعيدة بتواجدي اليوم معاكم. وتعليقا طبعا الخوف، بالعكس إحنا دورنا نشيل هذا الخوف منكم. جميل. من خلال قراءة لغة الجسد، ونعرف أنتوا أصلا من شو تخافون،
فهذا دورنا نحن نخليكم ما تخافون عادي تاخذون راحتكم. حبيبتي الله يعطيك العافية. إذا أستاذة أمل بداية لو نتكلم عن الإتيكيت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما بداها الزميلة سمير، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم موجودة في كل مكان في كل بيت متنوعة، تويتر إنستغرام سناب يعني في كل مكان، فكيف نحن يكون عندنا تعامل مع هذه يعني نقول هالوسائل وسائل التواصل الاجتماعي؟ خلينا نبدأ أول شيء ونقول اليوم برامج التواصل الاجتماعي أو برامج الواقع الافتراضي صارت أقرب للواقعية. اليوم نحن نتعامل مع زملائنا مع أصدقائنا مع أهلنا في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من نحن تعاملنا في الواقع، يعني من خلال الواتساب من خلال الانستغرام من خلال السناب. كل هذه البرامج خلت يعني آلية التواصل بين الأشخاص تكون أسهل وأبسط. نعم. ولكن هذا شوفي هذا جزء كثر من شو تعقيد الأمور في التواصل. نعم. طيب ليش السؤال اللي احنا نقول ليش صار الأمور صارت معقدة؟ لما الشخص يكون قدامك ويتواصل معك بشكل مباشر أنت يمكن تقرئين لغة الجسد، لكن لما يكون في الواقع الافتراضي خلف الشاشة فأنت نعم. أحيانا تجهلين أو تجهلين يعني شخصيته، تجهلين أفكاره، تجهلين نواياه، تجهلين حتى الإيماءات اللي ممكن يعني طبعا ينوه لها. نعم. فهني صارت العقد، فصارت المشاكل، فصارت التحديات. انا كيف ممكن اتواصل مع الاخرين واحافظ على الاتيكيت في من خلال هذه البرامج؟ نعم. احنا اليوم راح نتكلم عن الاتيكيت في التواصل الاجتماعي والقواعد الاساسيه اللي احنا المفروض نلتزم فيها، او على الاقل يكون عندنا وعي وثقافه كيف نتواصل مع الاخرين. الاتيكيت طبعا مفهومه مش اتيكيت، يعني هو طبعا مصطلح مشتق من معنى فرنسي معناته الالتزام بالقواعد، ولكن احنا كاخلاقيات وذوقيات مفترض نعرف كيف نتعامل مع الاخرين بمعنى اصح وبمعنى العام. احنا عندنا اسم السنع صح. في ذوقيات التواصل مع الاخرين كيف نقدر الاخرين نتواصل معهم بكل تقدير صح. واحترام أكيد. فهذا هو الركائز الاولى الدين الاسلامي بعد بالضبط. اساس تربينا عليه بهالشيء بالضبط. فهذا هو باختصار مفهوم الاتيكيت في التواصل الاجتماعي. نعم. أكيد. نحن دائما أستاذة لما نسمع كلمة الاتيكيت أو نسمع مثلا بروتوكول يعني الشباب هذه الأيام والجيل الحالي يعقدون المسائل، يعني يقول لازم وايد برستيجك يكون عالي، وايد تكون إنسان ذويق، وايد لازم تكون حذر في التعامل. اليوم نحن مع أستاذة أمل نبي نعرف بساطة هذا الشيء، وتحديدا نبي نعرف في البداية قبل لا نحن ننتقل لمواضيع تخصصية أكثر، نبي نفرق ما هو الاتيكيت وما هو البروتوكول وشو شو هي الاختلاف ما بينهم. طيب أنا دائما أحب أبسط الأمور وأعطي أمثلة من الواقع عشان تكون أقرب للفهم. نعم. فشو الفرق بين البروتوكول والاتيكيت؟ البروتوكول أشياء أنت مجبر عليها، لما أنت تروح الدوام أنت مجبر أنك أنت تلبس زي رسمي. هذا بروتوكول رسمي يعني. بالضبط، هذا بروتوكول قانون، شيء معمول فيه والكل واجب عليه أن يتبعه، هذا إذن بروتوكول. أما الاتيكيت أنت غير مجبر ولكن يفضل أنك أنت تقوم فيه. خدمة المتعاملين يفضل أنك أنت تبتسم في وجه المتعاملين، هذا اتيكيت. يفضل أنك أنت ترحب بالعميل، هذا اتيكيت. ولكن أنك أنت مثلا توقع أو تقوم بإجراءاتك هذه بروتوكول الأعمال. نعم. فهذا بس هذا الفرق بين البروتوكول والاتيكيت، يعني البروتوكول قوانين والاتيكيت هو تقريبا مثل ما نقول ذوقيات ذوقيات في التعامل فقط. نعم. يعني شوف الامور بسيطه وسهله سهام، لكن نحن مشكلتنا كبشر دائما نحب نعقد المسائل. هي مش مساله تعقيد بقدر انها هي مثل ما تقولين تقول مثل مصطلحات رسميه ومعمول فيها. نعم. يعني نحن في الصفحات الرسميه او بالعناوين ما نقدر نقول كلمه السنع، يمكن احنا نفهمها ولكن صح. في حضارات ثانيه ما راح تفهم معنى كلمه السنع، لكن لما نقول مثلا الاتيكيت فهي خلاص كلمه متعارف عليها دوليا فنتماشى معاها. نعم. نعم. عالم السوشيال ميديا عالم له سلبياتها وايجابياتها، وانا انا بالنسبه لي ايجابياتها يمكن اكثر من سلبياتها، بس مفهوم السلبيات هنا يطغى عليها موضوع اللي فيها اللي نقول الانتقاد التنمر وغيره، مع اني يعني اشوف ان اللي نقول ايجابيات اكثر بالنسبه لي انا. يعني لو نسلط الضوء شويه على هالنقطه هو الانتقاد اللي يستوي او التنمر اللي يصير في السوشيال ميديا كيف يتفاداه الشخص؟ طيب خلينا نتكلم اول شيء عن مفهوم السلبيات او السوشيال ميديا بشكل عام. كل شيء له ايجابيات وله سلبيات، اذا نحن بغينا السلبيات راح نصطادها، واذا بغينا الايجابيات راح نستنطقها ونستولدها في هذا المكان في اي منصه. نعم.
مفهوم التنمر في السوشيال ميديا أنا بوجهة نظري هناك نوعين من التنمر، التنمر الحقيقي والتنمر المفتعل. نعم. التنمر الحقيقي لما الإنسان يكون عنده توجه، عنده محتوى هادف، يطلع يتكلم بثقة، يتكلم بمعرفة، يتكلم بأسلوب لبق وبكل احترام، ولكن يتلقى هجوم. صحيح. يتلقى هجوم على مظهره، على بيئته، على مجتمعه، على وايد أمور. هذا أنا أسميه مش تنمر، ولكن حالة إسقاط من الأشخاص اللي يبدون يتنمرون على هذا الشخص اللي ما قدروا يوصلون للي هذا الشخص هذا الناجح قدر يوصل له. نعم. فهني يسمى هذا تنمر اللي أو بنقول تهجم للناجحين. أنا هني أنصح كل إنسان ناجح وكل إنسان له محتوى وكل إنسان له ثقة بنفسه إنه يقدم ويستمر يستمر. وكيف يتعامل معهم؟ نتعامل معهم بالتجاهل. أنا دائما أخذ حكمة مصارع السومو. مصارع السومو معروف عنه أول شيء ينظر للخصم، ثاني شيء ينتبه له ويستوعب هو شو اللي يعني يحاول يتنمر عليه أو يحاول يطلع قوته. نعم. وثالث شيء يبدأ يعني يصارع معه بس بأسلوبه وبكل أيوة بتكتيك الخاص فيه. نعم. فأنا المتنمر عندي نوعين، يا أما أنه متنمر قاصد، ويا أما متنمر أنه هو بس مثل ما تقولين المراهقين. أو أنه فئات كثيرة تتابع. يعني عقر رمسه وهو أصلاً مش فاهم شو معناها. صحيح. فإذا أنا أشوف أن هذا المتنمر إنسان واعي أو مثلاً مش بنقول واعي لكن إنسان يعني راشد، فأنا أتعامل معه بمختلف لما أتعامل مع مراهق طفل ممكن يعني أنا أوجهه. نعم. أقول له مثلاً بأسلوبي أو بشكل غير مباشر في محتواي أوجه الرسالة إن مثلاً هذا الشيء ممكن الخطأ وإن المفترض يكون بهذا، راح توصل الرسالة. لازم أنزل المستوى. إذا أنا تميت في مكاني وأتري الناس تفهمني ما راح تفهمني، لازم أنزل مستوياتهم، وخاصة إذا أنا كنت صاحب محتوى هادف أنزل مستوياتهم وأحاول أوصل رسالتي. أما إذا كان هذا المتنمر قاصد ويبي يستفزني، دائما ارجع واقول المثل اللي يقول لا تصارع خنزير في الوحل. جميل. الخنزير عزكم الله يعني مكانه الوحل. اذا انت صارعت خنزير في الوحل، الخنزير ترى مستمتع، لكن مين راح يتوسخ؟ انت اللي راح تتوسخ. فانا اقول لا تصارع خنزير في الوحل، هو يستمتع وتتسخ انت، اتركه. نعم. في حاله وخلاص. نعم. هذا عالم افتراضي انت تجهل شو خفاياه. نعم. أما التنمر المفتعل واللي يعني يستثيرون عاطفة المتابعين فيه لما أنا أطلع خصوصيات حياتي وبشكل مبهرج ومضحك بس عشان أجمع مشاهدات وأجمع أصير ترند، بعدين يشتكي يقول والله الناس تبدأ تعلق علي. أنت صغرت من نفسك، أنت ما احترمت، ما خليت حدود لخصوصياتك، فأنت فتحت هذه النافذة. ليش اليوم متي وتتعاتب وتقول وعلى قلت المثل اللي عندنا اللي يدق الباب يا جواب يحصل جواب. نعم. فانت تتحكم، يا اما تخلي الناس فعلا تسمعك ومهما تكلمت بيها يوم بتستوعب كلامك. صح. بتوصل للهدف اللي انت خلي نيتك صافي لرب العالمين، ان نيتك انت هدفك سامي. نعم. مش انه بس موضوع اني اكون ترند. نعم. من خلال كلام الأستاذة أمل سهام، نحن في حياتنا الطبيعية كبشر، ويمكن يعني بعد هذا ممكن تعطينا رأيك فيه على كلامي، نحن في حياتنا كبشر ممكن نحن نرتكب أخطاء في جهات عملنا، في مجتمعنا. هو أكيد غير معصومين. ممكن تبذر منا تعامل خطأ أمام الناس أو زلة أو زلة صارت، لكن أنها تستذكر قدام الناس لفترة من الزمن. إلا السوشيال ميديا تمسك. ممكن أنها تمسح بعد يعني في حياتنا العادية. أوكي فلان غلط وينسونها والشخص هذا يتعدل ويتبدل ويتغير للأفضل، لكن إلا السوشيال ميديا أنا أحس أنه تمسك عليك لين بعد يمكن 100 سنة. يعني حتى وايد يعني ناس نحن شفناهم من مؤثرين تواصل اجتماعي على أيام كيك اللي كانوا يطلعون هاي كيكرز من أيام هي، اليوم هم شخصيات مختلفة، فقاموا متابعينهم ينبشون لين ما طلعوا لأيام البلاك بيري وغيره طلعوا لهم مقاطع يوم كانوا هم صغار، يوم كانوا كذا، فيقولون لهم يعني
ما خفي أعظم. يقولون ترى هذا يمكن أن إحنا شباب كنا صغار ما أيوة. نفهم وكذا، لكن الخطأ محسوب، والخطأ في السوشيال ميديا بألف. حدثينا عن هذه النقطة وكيف ممكن أن نحن نفسيا وإتيكيتيا نقدر نتعامل مع هذا الموضوع. قبل ما ندخل في موضوع الإتيكيت أو كيف نتعامل مع هذه الأشياء، خلينا أسألك سؤال. تفضل. الأشخاص اللي يستذكرون أو ينبشون في في ماضي أي مشهور أو أي إنسان ناجح يستهلكون جهد ووقت أصلاً مهتمين؟ شو نوعياتهم؟ شو فئاتهم؟ فضوليين. مش فضولية، هذول أشخاص يعني فيهم إسقاط، يحاولون إذا شافوك أنت ناجح يرجعوا ينبشون ينبشون إلا ما يطلعون لك زلة ويعرضونها. نعم. الإنسان الواعي والإنسان الناجح عمره ما يدور زلات الآخرين. صحيح. ما يضيع وقته أصلاً وجهده في هالأمور. بالضبط، ما راح يضيع بجهده إني ينبش وراء فلان وعلان، وهذا مش بس في ماضيه، بالعكس في أشخاص يتمنون سقوط الآخرين عشان هم يرتاحون نفسياً. صحيح، يستلذون بهذا الشعور. بالضبط. فعلاً. بالضبط فعلاً. لكن من الإتيكيت أن أنا لو مثلاً أعرف مثلاً شخص أو مشهور كان له مثلاً ماضي أو مثلاً نقول زلات في الماضي وغيره، من ديننا الإسلامي الستر. مش وبعدين حتى في التعامل مش لازم أنا أذكره، حتى لو مش في السوشيال ميديا، حتى في واقعنا أنا أعرف مثلاً شخص عنده مثلاً زلة في الماضي، عنده مثلاً ما أحرم. هل أنا أذكره وأقول له أن أصلاً حتى في التعامل لازم ما تنبه الشخص. لو شفت مثلاً شخص يعني يبدو عليه الحزن والمثلاً التعب، أو مثلاً كان أنا دائماً أقول مثلاً طلع من عند المدير وهو محرج أو غيره، فما له داعي أنت تقول له شو فيك متغير، أنت شكلك شاحب، أنت كذا. فأحياناً الأذى النفسي يكون وقع الكلام أكثر من السبب نفسه. يعني لما أنت تقول للشخص أنت ليش شكلك مثلا اليوم شاحب، أنت ليش كذا، لا تذكر السبب الرئيسي اللي فيه، يمكن ما آلمه كثر ما آلمه. بس على حسب بعد الشخص اللي يكلمه، يمكن إذا شخص قريب منه بيكون بالعكس اهتمام، لكن الشخص الآخر يمكن الاهتمام له أسلوب. الاهتمام أن أنا دائما ألتزم بقاعدة الإيجاب النقد أول الرسالة والإيجاب. طيب ليش أستاذ أمير أنت تقولين بهالطريقة؟ إحنا كعقل بشري دائما أول شيء عشان الشخص اللي قدامك يستوعب لازم تبدأ شيء بثناء. لما تثني على الشخص صح. يفتح قلبه لك، يرتاح لك، فيصير لك مدخل. لما تدخل ويتقبلك فأنت هني تقدر تبين له النقد أو تبين له ملاحظتك أو whatever اللي أنت حاول توصل له. بعد ما يعني تعطيه الرسالة أو النصيحة أو تأخذ من خاطره أو شو ما كانت الظروف اللي بالنسبة له، لا تتركه وعند هذا الحد بالنقد أو بالرسالة هاي، لازم تختم بإيجاب. ليش؟ لأنك لو تركته بهالحالة لا راح يروح عنك وهو بعده مستذكر الأشياء السيئة. فلازم تختم بإيجاب عشان يروح عنك، هو تقبلك، خذ الرسالة منك وراح عنك وهو مرتاح نفسيا بكلمات ما بيلوم نفسه بعد ما ليش أنا قلت. يعني لما أنا أقول مثلا فلان ما شاء الله عليك أنت من الأشخاص المجتهدين اللي يجون بدري للعمل، فهو راح يرتاح. بعدين أقول له مثلا بس شو فيك اليوم، أشوفك شوي متضايج أو زعلان، فهو راح يبدأ يفضفض. لكن ما أترك بهاي الطريقة، بس أقول له إن شاء الله اليوم إن شاء الله راح يكون يوم حلو وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق والسعة، فخلاص هو معنوياته راح ترتفع، راح يروح عنك فضفض ارتاح ونفس الوقت معنوياته عالية. نعم. أنا كل أحيانا يوم أي التلفزيون يعني أي البرنامج أقولهم اليوم أنا معنوياتي صفر، فاتسهام كلمة كلمتين أنا أتغير أصير إنسان ثاني. هذا واقع إيجابية في العمل. هو روح أصلا يخلق الجو ما شاء الله كوميدي وجميل يعني. جزاك الله خير يا سهام. طبعا أنا الحين بروح لنقطة، يمكن اليوم سهام عندها ما شاء الله متابعين وايضا مؤثره في التواصل الاجتماعي، عندك متابعين سهام هي يعني حسابها حتى موثق يعني نحن بعدنا زين ما شاء الله الله يبارك فيك. سؤال يمكن انت بعد تعطينا اجابه عليه سهام والاستاذه ايضا، برستيج التعامل مع الفولو والانفولو، لما يكون عندي عدد فولورز كبير هل من البرستيج والاتيكيت اني انا ما اسوي فولو لاي حد وأسوي فقط للشخصيات المهمة الناس الوايد مقربين، أم أن مثلا إذا متابعيني 100,000 أرد أسوي ال100,000 هذيلا فولو وهالشي بيقلل من برستيجي وشخصيتي في السوشيال ميديا؟ بوجهة نظري ما له علاقة، لأن المتابعة في السوشيال ميديا غير مشروطة. مش إذا أنا سويت لك فولو لازم أنت ترجع تسوي لي فولو، يمكن أنا أهتم لمحتواك بس أنا محتواي ما يهمك،
وممكن انت تسوي فولو لشخص اخر والشخص الاخر ما يسوي لك فولو، انت تهتم لمحتوى بس هو مش مهتم لمحتواك. فهذه المتابعه غير مشروطه في السوشيال ميديا. على حسب انت لوين تميل، هذا هو اساس اصلا السوشيال ميديا. الانستغرام والسناب كانت اصلا لتبادل الخبرات والهوايات. ولكن اليوم احنا نشوفها الاستعراض وهالامور هاي كلها، بس كانت في الاساس لتبادل الخبرات والهوايات، وهذه اصلا منصات طلعت لها سبب. غير طبعا الواتساب، الواتساب طبعا كان للمحادثه والتواصل. فكل منصه ولها استخدامات، لها توجهها كان الاساسي. يتغير مع الزمن وتتغير الاختيارات وتتغير اوبشنات، يصير الابديت وهي الامور. ولكن احنا نقول هل من الضروري من البرستيج اذا حسوالي فولو لازم اسوي له فولو؟ لا، مش بالضروره. احيانا في اشخاص مثلا عندك مثلا قنوات الاخبار، هل معقوله كل المتابعين راح يسوون لهم فولو؟ لا، لأن هذين مهتمين لمحتوى الأخبار، لكن الأخبار مش مهتم إن يتابع كل الأشخاص هذين عشان أعرف شو محتواهم. إلا إذا في أشخاص فعلا مهتم يعني كمصدر يكونون أو غيره، ممكن يتابعونهم عشان يشوفون شو الأبديت كنيوز للحساب. فهذا ما أعتقد إنه يكون يعني في مشروط إنه والله كبرستيج إنه لازم أسوي فولو حتى على الردود. بس انا تعليقات بعد صح، في ناس يزعلون يقول انا منزل بوست ليش ما رديت. طيب انا هني عندي بس شيء ملاحظه يعني، واتمنى يعني فعلا ان هاي الاشياء هاي اتمنى توصل يعني من ذوقيات او اتيكيت التواصل الاجتماعي. خاصه انا ما بتكلم الحين عن البلوجرز ولا المشاهير، انا راح اتكلم عن الحسابات الشخصيه اللي انا مثلا عندي لسته من الاشخاص اللي انا اعرفهم مقربين لي وهو انا مقربه لهم. فانا لما انزل بوست مناسبة سعيدة عندي، مناسبة مثلا حزينة لا قدر الله حاد وفاء أو غيره وغيره، فأنا يحز بنفسي لما مثلا تيسهام وتشوف البوست هذا وما تعلق وما تعزي. احنا قلنا اليوم السوشيال ميديا اقرب للواقعية، فتخيلي يا سهام أنا اتصلت فيك أقولك أنا عندي مناسبة وأنت تقولين لي أوكي وتسكرين التلفون، أكيد بيحز بنفسي. فالسوشيال نفس الشيء، إذا أنا شفت اليوم مثلا بوست في مثلا مناسبة، وخاصة إذا كان حساب شخصي أحطه بين قوسين حساب شخصي، فالمقربين المقربين الأصدقاء الزملاء الأهل، فالمفترض أن يكون عندي نوع من صلة الأرحام الإلكترونية الافتراضية. لأن أنا مثلا أقولهم مثلا بالبركة، عظم الله أجركم مثلا، لا قدر الله، أواسيهم في بعض الأشياء أو الأمور. فهذا هو من ذوقيات التواصل الاجتماعي، لكن أني أنا أشوف وأتجاهل، حط نفسك بمكان الطرف الآخر، أكيد صح. راح أستاء. يعني فلان ما شافني، لكن في شيء ثاني، شغله ثانيه، اسمحوا لي شويه على الاطاله. لا عادي، بالعكس. هني انا الشيء الثاني او الشغله السلبيه، لما انا ارسل لشخص اوكي مثلا نقول الحين طلعنا من السوشيال ميديا شوي بنروح لبرنامج الواتساب، ارسل لشخص، شوفيها من انواع الاتيكيت، ارسل لشخص مسج، الشخص قرا المسج وما رد علي. فانا ابدا اقول لا، هو قرا المسج وما رد علي. طيب لحظه، انت ارسلت في الوقت اللي يناسبك، صح؟ من حق الطرف الاخر يرد عليك. ممكن انا فتحت التليفون ما انتبهت بعد، ممكن يكون في اجتماع، يمكن في وقت ما يقدر، يمكن يسوق يعني قياده ما يقدر يرسل لك او يكتب لك. فانا احترم وقت الاخرين مثل ما هم احترموا وقتي وانا احترم وقتهم. أكيد. فما يكون في عتاب والله قرا وما اعرف كيف. فهي من بعض الاتيكيت اني انا يعني احاسب في أوقات الآخرين، ما أرسل بوقت متأخر، ما أرسل بوقت مثلا يصيبهم إزعاج، ما أكرر. أو الحين صارت موضة جديدة يعني، إذا ما رديت على الواتساب على طول اتصال من الواتساب، يعني لازم تقرأ، لازم تقرأ، اتصال من الواتساب. أيوة. أو حتى عشان أنبه الناس. موضوعنا وايد جميل، أكيد مؤثر فعلا، ونبايا طبعا استرسال أكثر، لكن نضيق الوقت. أستاذ أمل آل علي، كاتب وخبير بروتوكول واتيكيت اجتماعي ومدرب دولي في لغة الجسد، شكرا على تواجدك اليوم، وإن شاء الله يعطيكم العافية. وكنت سعيدة معاكم، حياكم كل الشكر أستاذة. الحين سبيب بيكون معنا، نحن بنروح لفاصل قصير ونرجع نتواصل يلا. معاهم خلكم معنا. مشاهدينا، لجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة لها أهمية كبيرة، فهي من أهم وسائل تطور المجتمع في الإمارة، وكذلك أحد الدعائم الرئيسية في عملية التنمية الاجتماعية المستدامة. وأكيد اللجنة هي المسؤولة المجتمعية، لها كثير من المهام والأهداف، وأيضا لها العديد من الخطط والبرامج المستقبلية لتعزيز مبادرات تنمية المجتمع. لمعرفة المزيد عن هذه الخطط والبرامج في فقرة هنا الفجيرة.
نرحب بسعادة الأستاذ سلطان محمد مليح رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة. يا مرحبا بك ونورتنا في الفجيرة تجمع. يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيكم، والله يواليكم العافية. وفعلا حاليا نحن بمسؤولية مجتمعية، بما أنكم أنتم ما شاء الله عليكم تابعوا الأمور الاجتماعية، الأمور المهمة الثقافية الاجتماعية الشبابية اللي بإمارة الفجيرة، فهذا بروح بحد ذاته مسؤولية مجتمعية. كل الشكر والتقدير لك. كل الشكر عليك. وشكرا لحضورك معنا سعادتك. يعطيكم العافية. طبعا في البداية اليوم لما نحن نتكلم عن المسؤولية المجتمعية، الكثير من الناس اليوم، يعني نحن تحدثنا قبل مع ضيفتنا بهذا الموضوع أيضا، الكثير من الناس في المجتمع وشرائح المجتمع لا يفهم هذه المصطلحات أو يعقد المسائل إلى مدى أبعد. فاليوم نبي نعرف معك أستاذ سلطان المسؤولية المجتمعية مفهومها ومعناها بطريقة صحيحة وسليمة بإذن الله. بداية طبعا تم إنشاء صندوق المسؤولية المجتمعية عن دولة الإمارات قرار رقم 2 لسنة 2018. نعم. وشهد سيدي صاحب السمو طبعا من مجلس الوزراء. نعم. وشهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إطلاق المنصة الذكية لصندوق المسؤولية المجتمعية 26 نوفمبر 2019، وتم تشكيل لجنة الفجيرة زين 2021. نعم. زين، فالمسؤولية المجتمعية بشكل عام مثل ما أنتم قلتوا، مثل ما تكلمنا من شوية، أن الجميع مسؤول عن الجميع. صحيح. المسؤولية المجتمعية طبعا هذا بين كافة شرائح المجتمع الموجودة، سواء كانت شركات الخاصة، سواء كانت المؤسسات المحلية الاتحادية، سواء كان الأشخاص نفسهم. زين، اليوم احنا كلنا متكاملين وكلنا مترابطين مع بعض، فما دام كلنا قلبنا على بعض. نعم. احنا اكيدين ان مسؤوليتنا المجتمعيه بتكون ناجحه. اذا سعادتك كيف تنظر لهذه الشراكه المجتمعيه في اماره الفجيره، وخاصه ما شاء الله عليك انت يعني ماسك نقول مبادره او عده مبادرات، فكيف تعاونكم او تعاونهم معكم؟ الاستاذ اول شيء نحن معانا تعاون جدا كبير باماره الفجيره، فكل نعم. الشكر والتقدير لكل الجهات زين والشركات الداعمه. نعم. انا بخبركم معلومه جميله حقيقه، انا دائما افرح بهاي المعلومات اللي انقلها للمجتمع، وحاب اخبرهم عن مجتمعنا باماره الفجيره. احنا مجرد ان تم الاعلان عن لجنه المسؤوليه المجتمعيه، نعم. مجرد ما التقينا بسيدي سمو ولي العهد الله يطول عمره الشيخ محمد بن حمد، تلقيت اتصالات من كثير من الاشخاص والافراد والاشخاص والمؤسسات والشركات الخاصه. زين، نحن كلهم يقولوا نحن موجودين ونحن داعمين لهذه جميل. المبادره، فهذا نحن يعني المجتمع الحمد لله بخير، والناس الحمد لله يعني تفاعلها هذا بروحه كنز كبير، نحن يعني لازم ان نحافظ عليه ولازم ان نعزز هذا المفهوم معنا. يمكن على اساس بعد منطقتنا ملمومه مع بعض وكذي كلنا حول بعض، كلنا هيك هذا هو سبب نجاحنا. هو بالحقيقه نحن كل شيء يعتمد على القادة موجودة. إحنا نعم. بدولة الإمارات بشكل عام. صحيح. زين، قيادتنا بشكل عام. الله يطول عمر رئيس الدولة الله يرحمه الشيخ خليفة بن زايد، ويطول عمر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السمو الحكام والشيخ حمد الله يطول عمره وسمو ولي العهد. الحمد لله دائما يحثوننا على بعض، دائما قلوبكم على بعض، دائما أنتم أساس دولة الإمارات ولازم إيدكم تكون بيد بعض. نعم. أكيد. أستاذ سلطان، الأسبوع الماضي كان في لقاء مميز واستقبال مميز من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، والله يطول بعمره ويحفظه يا رب العالمين. أكيد استقبلكم، وكان أكيد في هذا الاجتماع مخرجات ثرية ومخرجات مميزة، نبي نعرفها معاك، وشو كان معاكم وشو صار معاكم في هذا اللقاء؟ صراحة يعني تحية تقدير وإجلال وأكبر لسيدي سمو ولي عهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله. طبعا هذه الشخصية الداعمة لجميع المبادرات المجتمعية، سواء كانت المسؤولية المجتمعية، سواء داعم المبادرات اللي تخص الشباب، المبادرات اللي تخص البيئة، المبادرات اللي تخص المجتمع بشكل عام، إنسان جدا داعم، إنسان جدا إيجابي، إنسان مبتسم جدا، فكل الشكر والتقدير له. طبعا اجتمع ويانا وبث فينا هاي الروح الشبابية الموجودة عند الله يطول عمره. نعم. كذلك حثنا على المجتمع بشكل عام، وجهنا عرضنا عليه المبادرات الموجودة، وجهنا توجيه سليم زين، وقال لنا نحن معاكم، انتم ما بروحكم، نحن معاكم يدنا بيدكم. جميل. والدعم موجود، فكل الشكر والتقدير له حقيقة. نعم. قدمنا عدة مبادرات، وجهنا لمبادرات معينة اللي تخص المجتمع بشكل أساسي والبيئة. نعم. كذلك كبار المواطنين، مبادرات اللي تخص الأيتام
المبادرات اللي تخص المجتمع، المبادرات اللي تخص البيئة. زين اليوم كلنا عارفين يعني صندوق المسؤولية المجتمعية زين ركيزتين أساسيات، البيئة والمجتمع بشكل عام. ومن خلالكم كذلك يعني نحن نشكر أختنا أصيلة المعلة زين مدير هيئة الفجيرة البيئة، حقيقة إنسانة متعاونة جدا ومبادرة جدا، ومعاهم مبادرات من زمان ما شاء الله المؤسسة تشتغل عندهم على مبادرات جميلة حقيقة. فأول ما تكلمنا وياها حقيقة كانت جدا مبادرة وطرحت أشياء جدا كبيرة، واليوم كنا باجتماع معاهم كذلك. أنا طبعا جاوزت الأسئلة وبروحي بالعكس بالعكس نحن معاك عشان كذي أنا بقتحم بسأل. تفضلي. الله يعطيك العافية. سعادتك أنا بسلط الضوء شوي على فريق العمل، كيف يتم اختيار فريق العمل والشريحة اللي أنتم تحبون تسلطون الضوء عليها وكذلك أسماء المبادرات؟ أنا بعد اخترت أكثر من سؤال فكر واحد. الله يطول عمرك. بالنسبة لفريق العمل الموجود طبعا هو مشكل، القرار وصل الديوان مشكل من قبل الديوان صاحب السمو الحاكم. هو عبارة عن غرفة تجارة صناعة الفجيرة، البلدية، جمعية الفجيرة الخيرية، ودائرة الموارد البشرية بإمارة الفجيرة، وكذلك دائرة الصناعة بالفجيرة، وشخصية نشطة مجتمعية اللي هو الأخ سليمان الزود الله يعطي العافية. طبعاً الديوان اختار الأشخاص هذه لا على أكيد في نقاط معينة هذه المؤسسات الداعمة للمجتمع بشكل أساسي. بالإضافة طبعاً للشراكات الموجودة، يعني نحن مالنا غنى أكيد عن الشراكات والمؤسسات الموجودة بالإمارة. بس الدائرة مثل ما قلت لكم الدائرة إن شاء الله توسع وتوسع وتوسع. يعني اليوم نحن كنا باجتماع مع أختنا أصيلة زين، سعادة الأخت أصيلة، وكذلك مع سعادة الأخ عبد الله الهامور مسؤول المجالس المجتمعية بإمارة الفجيرة. كذلك أبدوا ترحيب جدا كبير وقدموا كل شيء يقدروا يقدمون لهذه المبادرة، وإن شاء الله نعدكم يعني خلال الفترة القريبة هذه راح تسمعوا وراح تشوفوا عن مبادرات جدا قوية تخدم المجتمع. الجزء الثاني هو كيف يتم اختياركم لهذه المبادرات بعد؟ جاوبت عليه أختي سهام، قلت ليش تم الاختيار هو كان من قبل الديوان صح. يكون يعني خلاص موجود لكم الفريق العمل، موجود لكم اسم المبادرة، موجود لكم أنتم، مجرد أنكم تضعون خطة العمل وتمشون عليها. بالضبط. نعم. أستاذ سلطان، اليوم لما نحن نتكلم عن لجنة المسؤولية المجتمعية اسم قيم. مسؤولية. مسؤولية يعني هي من المسؤولية المجتمعية وأنتم مسؤولين عليها. الكل مسؤول عن أكيد. عن الكل. أكيد الكل مسؤول عن الكل، واليوم دوركم أنتم تكونون قريبين من المجتمع وتلتمسون احتياجات الناس واحتياجات المجتمع مثل ما ذكرت البيئة، ومعاكم ما شاء الله يعني أسامي من كل الجهات المهمة في إمارة الفجيرة. خبرنا عن خططكم وأهدافكم اللي تساهم في إشراك المجتمع في برامجكم وورشكم. مثل ما خبرت أخوي نحن الجميع مسؤول عن الجميع. نعم. معانا كمجتمع نحن الحمد لله. زين طبعا خطط مبادرات مبنية اصلا على احتياج المجتمع. نعم. نحن الحمد لله مجتمعنا بخير، بس بعدنا نشوف احتياج المجتمع وتطلعات الناس بالمجتمع. مثل ما سمعنا عن من الناس، قعدنا مع المجتمع بشكل عام، سمعنا احتياجاتهم، سمعنا الاهتماماتهم بالضبط، فحاولنا نبلورها زين. بمبادرات الصب بهذا القالب وبهذا الجانب. نعم. جميل. طبعا عندكم ورش تعريفية كثيرة متنوعة تشمل جميع الفئات، خلنا نسلط الضوء شوي على بعض هذه الورش. أختي العزيزة سهام، طبعا المجالس المجتمعية والمؤسسات والشركاء بيكونوا معنا بالإمارة بشكل عام. المجالس المجتمعية راح تعقد فيها اللي هي الورش التعريفية، مثل ما الكل عارف المعرفة زين نصف الوعي مثل ما يقولون. نعم. زين بما اني انا عندي وعي وعندي معرفه وعندي ثقافه بالموضوع هذا اكيد راح اقدر اعطي وانجز واعمل بهذا المجال. اليوم المجتمع بشكل عام متى ما فهم مفهوم المسؤوليه المجتمعيه بشكل عام، متى ما عرف المبادرات الموجوده والاطروحات الموجوده فيها، اكيد راح يكون في تفاعل. ومثل ما قلت لكم لاحظت كثير حقيقه جتني اتصالات سواء كانت من شركات افراد جزاهم الله خير. يعني هذا الموضوع استاذ سلطان يعني اللي انا قاعد افكر فيه الان لما ذكرت انه من طلعت انت من المجتمع هذا والمكالمات تهافتت عليك الاشخاص مختلفين من افراد المجتمع، يعني اليوم
كيف ممكن هؤلاء الشركات الخاصة، نحن بعد خلينا نتكلم عنها أكثر، كيف أنه ممكن هم يكونون شركاء رئيسيين لإنجاح لجنة مثل هذه اللجان الحكومية اللي مختصة بالعمل الحكومي والعمل المجتمعي؟ أستاذ الفاضل، نحن أفراد شركات خاصة، نعم، مؤسسات حكومية، مؤسسات اتحادية، كنا عايشين اليوم بوثقة واحدة، كنا موجودين بمجتمع واحد. أكيد. أزين، متى ما توفر الدعم المادي من الشركات الخاصة، متى ما توفر كذلك غير الدعم المادي المعنوي وغيره، المعنوي، زين، نعم، أكيد اللجنة راح تطلع طلعة قوية وراح تخدم كافة شرائح المجتمع. أنا بخبرك مبادرة بسيطة قامت فيها إحدى المؤسسات العالمية، الستاربكس، نعم، زين، مجرد ما غيرت الأنبوب، نعم، الاسترو، نعم، أي مجرد ما غيرته من بلاستيك زين الى استرو ورقي، نعم، زين، طبعا هذا ايش كثر، يعني كم فرع موجود على مستوى العالم وكم الشيء اللي تغير، يعني قللت من حجم البلاستيك الموجود على مستوى العالم كامل. صحيح. فهذه يعني نقطه بسيطه اثرت باشياء كثيره. اليوم المؤسسات الشركات الخاصه ممكن تغير بشيء بسيط، حتى مو بلازم يكون دعم مادي، ممكن يغيروا بشيء بسيط عندهم، هذا راح يعمل تحول كامل زين بالبيئه، نعم، وبالمجتمع. نعم. بخبركم كذلك قصة حقيقة أنا أنساها، قصة طبعًا جدا جميلة اليوم أنا سمعتها. اليوم كنا باجتماع طبعا مع الأخوان بهيئة البيئة، نعم، والمجالس كذلك، فيخبرونا الأخوات اللي كانوا حاضرين معنا الاجتماع، في أحد الصيادين أو أحد الغواصين كان نازل زين بالبحر، فشاف الدباية زين، وشاف سلحفاة داخل الدباية هناك موجودة، نعم، على طول طلع زين تواصل مع هيئة البيئة بالفجيرة، وهيئة البيئة طلعت فريق كامل لإنقاذ هذه السلحفاة الموجودة. جميل. فشفت شوفوا الاهتمام يعني بالرحمة والاهتمام بهذا الحيوان البسيط الجميل الضعيف، زين، هذه بروحها مسؤولية مجتمعية كبيرة. أكيد. أنقذ هذا الحيوان، وهذا الإنسان فعلا يعني له كل الشكر والتقدير إذا كان يسمعنا، الصراحة ما عرفت اسمه، ولو عرفت اسمه بتصل بشكره. نعم. فكل الشكر والتقدير له من هذا المنبر. نعم. والشكر كذلك لل هيئة البيئة. نعم. سعادتك تولي أي منصب أو أي قيادة، وخاصة مبادرة كبيرة مثل هذه المبادرة المسؤولية المجتمعية، أكيد وراها خبرات وتجارب تحت الهواء. عرفنا ما شاء الله أنك أنت تعددت الوظائف أو تنقلت من مكان لمكان، هذا أكيد زاد من خبراتك وزاد من تجاربك، وهالحصيلة كلها أكيد أنت قدمتها اليوم. والله أنت وقعت سؤالك أستاذ سيام، من يوم إحنا كنا ندردش طبعا قدام أخواننا وسادة المشاهدين، يعني قبل كنا ندردش عن هذا الموضوع. الحمد لله، الله الحمد، طبعا يمكن عدت أو غيرت وظائف الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، والله يحفظ دولة الإمارات وحفظ قادتها وشيوخها. اشتغلت، كنت موظف مطار الفجيرة، مسؤول علاقات عامة، كنت موظف HSBC البنك البريطاني، كنت موظف الاتصالات، ومن 2001 موظف بوزارة الثقافة. ما شاء الله. فالحمد لله في عدة خبرات، سواء كانت خبرات مالية اقتصادية أو خبرات مجتمعية، نعم، أو خبرات في كافة جوانب الحياة الحمد، نعم، لله اكتسبتها، فلله الحمد والمنة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن علينا بخدمة هذا البلد وخدمة دولة الإمارات وخدمة الشيوخة وخدمة إمارة الفجيرة. إذن هنا أنت تعرفت على جميع الفئات اللي شفتها في جميع الوظائف هذه اللي مريت عليها، وعرفت تجاربهم وعرفت خبراتهم وعرفت شو اللي يبونه، وما شاء الله أتوقع هذا اللي بعد ساعدك أنك تقدم على ما شاء الله الانتخابات الوطنية، أنك كنت فعلا صوت، نعم، صوت قوي ما شاء الله. لله العافية. أكيد نحن دائما نتمنى للأستاذ سلطان التوفيق والنجاح، لأن فعلا سهام الأستاذ سلطان مليح من الشخصيات البارزة في المجتمع، نعم، عندنا في إمارة الفجيرة، مو بعشان فويلك بس فعلا الخير ينقال، هو لابد كلمة الخير تنقال في أصحاب الخير. أستاذ سلطان من الشخصيات اللي ما في حد ما راح له ولا لقى جواب مناسب عنده. بالعكس، أنا أتشرف بهالشيء، وهذا شرف لنا الله سبحانه وتعالى وضعنا بهذا المكان أن نخدم المجتمع ونخدم الناس، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وشكرا لحسن ظنكم. طبعا جزاك الله خير. طبعا هنا نتكلم أستاذ عن موضوع مهم جدا، ألا وهو وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، وبالإضافة إلى كيف أن نحن اليوم نستثمر طاقات المجتمع اللي موجودة عندنا. اليوم ما شاء الله نحن عندنا مؤسسات مختلفة، كثير من المسؤولين موجودين، كثير من المستويات المعرفية موجودة، فكيف اليوم هذا الشيء يكون أيضا مسؤولية مجتمعية، بأن نحن نعطي
الناس فرصة. أي اللي حاب أخبرك عنه، طبعًا كنا باجتماع بال 2008 تقريبًا مع معالي عبد الرحمن العويس على أيامه كان هو وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. نعم. هذه الفترة طبعًا تغير مسمى. نعم. فقال كلمة جميلة حقيقة راسخة ببالي وبذهني لنحينا. نعم. ما شاء الله. زين، كل ميسر لما خلق له. سبحان الله. حديث شريف، كل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى أكيد ما راح يضعك بهذا المكان إنزين إلا الله سبحانه وتعالى عارف أنك أنت قد المكان اللي أنت موجود فيه. فالحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قلت لك والاحتكاك بالناس والاحتكاك بالمجتمع ووقوف على احتياجات المجتمع وكثر ما تقدر أنك تعرف أنه هاي أمانة الله سبحانه وتعالى أمنك لها. نعم. والشيوخ الله يطول عمارهم ما وثقوا فيك وخلوك بهذا المكان، وما كنت بهذا المكان إلا لخدمة الناس، فأنت أكيد موجود بمكانك لخدمة المجتمع وخدمة الناس بغض النظر عن أي شيء آخر. هذا تكليف وليس تشريف. الله يعطيك العافية. وأنت قد هالمسؤولية سعادة أستاذ سلطان محمد مليح رئيس اللجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الجيرة، شكرا على تواجدك اليوم معنا. أول عمركم كل الشكر والتقدير لكم، والله يواليكم العافية وشكرا لكم. وياك يا ربي، الله يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ نور. والحين سمير أكيد بنروح لمبادرة. مشاهدينا بنروح لمبادرة إسعاد المرضى، وهي طبعا لتخفيف معاناة المرضى والمساهمة كذلك في احتياجاتهم أو تلبية احتياجاتهم أو بعض أمنياتهم. أطلقت إدارة المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر وبالتعاون والتنسيق مع قسم المساعدات المحلية بالهلال الأحمر في الفجيرة، ونتابع معاكم هذا التقرير لنطلع أكثر على هذه المساعدات. طبعاً اليوم قمنا بزيارات ميدانية للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في إمارة الفجيرة، وطبعاً قمنا بتحديد بعض المناطق مثل الحيل والرغيلات وسكمكم ومربح. تم تحديد هذه الأسر من قبل قسم المساعدات المحلية بالمركز، وطبعاً قمنا بتوزيع أجهزة ضغط وسكري على الأسر هذه. وطبعاً الهدف العام من هذه المبادرة إدخال السرور والفرح على الأسر المستهدفة. وأنا سعيد أني تطوعت مع الهلال الأحمر الإماراتي مركز الفجيرة، حقيقة قدم الدعم اللامحدود يعني بالنسبة لي أنا ككوني كفيف يعني إعاقة بصرية، وحقيقة لقيت القبول والترحيب منهم وأشكرهم وأشكر الإدارة على ما قدموا لي، وإن شاء الله يعني بنبذل قصارى جهدنا لرفع اسم الإمارات عالياً وإدخال الفرحة والسعادة والسرور على جميع من هو محتاج، ونشكرهم وشكرا لكم جميعا. حقيقة مبادرة إسعاد المرضى هي من المبادرات درج الهلال الأحمر الإماراتي، يقيم بصورة دورية وبصورة مستمرة، فهي من المبادرات اللي بتهدف إنها تخفف العبء على المرضى وذوي الاحتياجات أو ذوي الدخل المحدود. فالمبادرة اليوم هي عبارة عن تقديم أجهزة قياس الضغط وقياس السكر، إن شاء الله نكون ساهمنا مع المرضى في تخفيف معاناتهم وفي إسعادهم في نفس الوقت. والله حقيقة العمل الإنساني أو العمل التطوعي هو من أعظم الأعمال، يعني كونك تخدم إنسان أو تشارك في خدمة إنسان هي من الأشياء المحببة على النفس، والأشياء الدولة ذاتها بتساهم كثير جدا في إنها يعني ترزق قيمة التكافل الاجتماعي والتكافل الإنساني. فحقيقة هي خطوة جميلة جدا، ونتمنى من كل الشباب اللي عندهم إمكانية إنه يساهموا في أو يشتركوا في مسألة التطوع في الهلال الأحمر، فالباب مفتوح لكل المتطوعين إن شاء الله بإذن الله. يحتاج الكاتب الناجح إلى معايير وأسس لكتابة القصة أو الرواية بالشكل الصحيح والمضمون المفيد للقارئ. نتعرف على السرد القصصي الناجح ومقوماته وأهم عناصره في فقرة مجلس الدار.
مشاهدي خلينا نرحب بضيفنا محمد الحلواني، كاتب روائي وسيناريست. ما ادري نطقتها صح ولا لا؟ سيناريست. صحيح. مساكم الله بالخير، واسمحي لي في البدايه اني اتشكر جميع السادة القائمين والعاملين في هذه القناة الجميلة على إتاحة الفرصة والاستضافة الكريمة. نحن سعداء أكثر، ما شاء الله عليك. أنت طبعا جيت تقول يا مرحبا بالحامل والمحمول. طبعا دائما نقول المحمول هو الأكل وكذا، لكن أنت دخلت علينا ما شاء الله عليك مجموعة من الكتب اللي نشوفها روايات. بالضبط. روايتين وديوان. ديوانين شعر و ديوان بين أزهار الياسمين. صحيح. نعم. وإلى أين تمضي؟ وديوان آخر بعنوان إلى أين نمضي؟ ديوان إلى أين نمضي. نعم. ورواية جريمة عصيان هاي. نعم. ب 2017. نعم. وفي الرواية اللي هي موجودة على الطاولة كمان. نعم. قصة ليلة غزو دمشق. نعم. وفي رواية الحمد لله في 2022 شاركت في معرض أبو ظبي اللي هي رواية ديميفي. نعم. هي اختصار لكلمة فرنسية وتعني نصف حياة. نعم. إذن من خلال هذه الرواية نقول ما معنى السرد القصصي؟ أكيد من خلال رواياتك أنت قاعد تسرد على الناس قصة. أكيد. أو تسرد عليهم تجارب أو مواقف. صحيح. هلا السرد القصصي فيه له اكثر من نوع. نعم. لكن لو حبينا نحن نلخص موضوع السرد القصصي هو انك انت توصلي صوره او قصه معينه للقارئ بعده. نعم. او للقارئ او المشاهد بعده اساليب. في عنا الاساليب المكتوبه يعني اللي هي زي الروايات والدواوين، وفي الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه المسموعه. نعم. مثل المسلسلات الاذاعيه اللي بتصير والبرامج اللي بتكون فيها مثل قصص يومية. نعم. وفي الأسلوب الثالث اللي هو البصري اللي هو السينما والتلفزيون. نعم. فهذا كله يعني ينصب ضمن السرد القصصي. نعم. أنا بحرت في ديوان. غرقت مش بحرت. في ديوان الياسمين. هنا أنا بقرأ لكم سطر يقول في المقدمة الأستاذ محمد حلواني: حاولت كثيرا من خلال شعري المبعثر أن أرتب شعر حبيبتي الأسود، حاولت أن أجعل من أحزاني كحلة عربية دمشقية تكتحل بها حبيبتي في كل يوم. حاولت أيضا التوقف عن الكتابة، ولكنني رغم أنفي كتبت، ورغم أنفي أحببت، ورغم أنفي ألفت ديواني الأول. ما ألمك صراحة. لماذا كل هذا الألم في ديوان بين أزهار الياسمين؟ وأيضا في البداية أستاذ ذكرت يعني تسألني حبيبتي. تسألك حبيبتك، وأيضا اليوم أنت توقن بأن هذا العالم لا يكمن ولا يكتمل أو يستمر بدون امرأة. صحيح. وأن الكرة الأرضية لا يمكن أن تدور حول الأرض أو حول الكواكب أو حتى حول نفسها دون امرأة. صحيح. من أين أتى هذا الحب كله؟ وأين ضاع؟ وأين اكتمل؟ أكيد. وأين تبعثر؟ أكيد. هلأ في الحقيقة لو إحنا رجعنا لبداية أي إنسان اللي هو الحب الأول في حياته اللي هو والدته. نعم. فبدون والدته أكيد هو ما كان كبر ولا كان شاف العالم كله لولا حنيته. كم وكم يعني بعد لطف الله أنقذته من مواقف ومن من أخطار. فهذا الحب الأول لأي إنسان لو ما اتجهنا لحب الأخت مثلا، أو حب اللي هي الأخت اللي بتعتني بأخوها، أو الزوجة اللي بتعتني بزوجها، والأم اللي بتعتني بابنها، أو حتى لو فينا نقول المدرسة. يعني أنا بوجه كمان تحية كتير كبيرة للمدرسات كمان وجميع القائمين بكل أعمالهم، يعني حتى حضرتك اليوم موجودة معنا. المذيعات أكيد. نعم. أكيد موجودة في بدافع الحب. فأكيد هاي الدنيا ما كانت اكتملت، ويعني عملا بالمقولة اللي بتقول إنه الإمرأة بتهز السرير في بيدها اليمنى، ويعني أكيد تربي الجيل باليد الثانية. فأكيد هذا الشيء أنا اللي قصدته بديواني الأول، إنه المرأة نحن قد نكون أحيانا غير منصفين معها، ولكن هي تستحق منا كل الاحترام وكل التقدير وأكيد كل الدعم. نعم. أستاذ محمد، إذا تكلمنا عن أهم العناصر اللي تعتمد عليها في السرد القصصي. صحيح. هلأ السرد القصصي له أكثر من عامل. نعم. أهم شيء لأي كاتب قبل ما يبدأ بأي عمل معين أنه يكون عنده فكرة عنه. فالهدف الأول أو العنصر الأول للسرد القصصي هو الهيكل. يعني أنت شو هدفك من هي القصة؟ ما هو المعنى؟ نعم. يعني الذي تريد إيصاله للناس أو للجمهور أو للمشاهد. هذا بالمرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي الطريقة، طريقة السرد.
يعني من عناصر السرد مثلا في كذا نوع للسرد ممكن نجي عليهم لاحقا. هي طريقة السرد هاي كمان أحد أهم العناصر اللي هي بتدفع المشاهد إنه يعني يصير عنده تشويق ليتابع. العنصر الثالث اللي هو الشخصيات أو نسميها نحن المحرك بالقصة، الأفعال اللي بتقوم فيها الشخصيات. والعنصر الأكيد النهائي اللي هو نهاية القصة، أنت لشو أنهيت القصة، يعني بأي موضوع، أو هل أنت اتجهت اتجاه يعني مختلف عن النص، هل هذا النص ينصب مع ضمن الهيكل اللي ذكرناه في البداية. فهدول تقريبا يعني ممكن أنت تختم القصة، ممكن تخليها مفتوحة بعد عادة. ممكن تخليها مفتوحة نعم أكيد، لكن لازم تصب ضمن الهيكل. لو كانت النهاية بتصب خارج الهيكل فالجمهور أو القارئ أو المتابع بيضيع. فالهيكل والنهاية مرتبطين دائما مع بعض، لازم يكونوا متقاربين لبعض. أكيد طبعا أستاذي، اليوم لما نحن بنتكلم عن الشعر أو بنتكلم عن السرد القصصي وأنت كاتب وروائي وسيناريست، اليوم كيف ممكن الكاتب المبتدئ اللي بدأ يكتب يفرق ما بين هؤلاء الأنواع وفي الكتابة وفي ترتيب حتى أفكاره في بداية كتاب؟ جميل. هلأ أنا لما بدأت ما استعنت بأحد، أو لنكون صادقين ممكن المجتمع كان يعني بظروف غير مناسبة لأني أنا أتلقى مثلا كأستاذ أني أنا يعلمني أو شيء، فأنا حاولت أني أعتمد على نفسي بالبداية. نعم. أنا فتحت لازم أي شخص يبدأ بعمل يعرف كل جوانب. نعم. فأنا فتحت أول شيء شفت السرد القصصي، شفت السرد الروائي، شفت الشعر، وشفت أيضا موضوع الأفلام اللي اتجهت لها لاحقا، الأفلام السينمائية. فبالبداية على أي مبتدئ لازم هو يركز على النقاط الأساسية ويتعب. يعني المشكلة بالفترة الحالية أو عند بعض الأشخاص أنه هو ما عنده استعداد يعني للتعب، يعني ممكن يعني يبادر بمشروع معين بكتابة قصة فورا عند أول نقد يستسلم ويرفع الراية البيضاء. هذا أكبر غلط. الإنسان لازم ما يتوقف أبدا حتى تتوقف الحياة. فهذا أهم عنصر. أنا يعني اليأس بصراحة هذا أبحسه أنا أهم من أي شيء تاني ممكن يقرأ عنه، أنه هو ما ييأس، بالإضافة لأنه هو يمرن نفسه دائما سواء من خلال القراءة، من خلال المتابعة، من خلال سؤال مثلا أحد العارفين، لكن يضل ضمن يعني منظومة العمل، ما يعني ما يتوقف عنه، لأنه بمجرد التوقف هو رجع خطوات إلى الوراء. نعم. من خلال كتاباتك أنت ككاتب كيف تستطيع جذب القارئ أو المسرود له؟ مثلا أنت قاعد تسرد تحكي قصة تكتبها، كيف تقدر تجذب القارئ؟ مثلا أنا بكتب كتاب، بمسك كتابك أبي من أول صفحة أقراها أنجذب. صحيح. هلأ هذا موضوع كتير مهم، وأنا بحييك لهذا السؤال الجميل، لأنه فعلا هي مسألة كتير مهمة وللأسف فقدها الكثيرون. أهم شيء أنك أنت تكتبي شيء يعني يناسب البيئة اللي أنت فيها، ما يعني يخالف البيئة اللي أنت فيها. هذا رقم واحد. اثنين، الرابط. يعني إحنا دائما لما نتعلق بأي شيء بيكون في رابط، منحس في هذا الرابط شيء ما عم يلمسنا من داخلنا. نعم. أهم شيء أنت تكوني قريبة من الناس، قريبة من طموحات الناس، قضاياهم الناس، أو مواجع الناس، سواء حتى بأفراح الناس. يعني لو حكينا على الحب مثل ما حكى الأستاذ الكريم قبل شوي، يعني الحب يعني أحد المواضيع اللي بتلامس أي شخص، فنحن لازم نستعمل رابطة، يعني رابطة تلامس أي شخص، ما نستعمل يعني الشيء اللي بيحبه الكاتب أو الراوي. يعني هذا الشيء أنا لمسته بمعظم يعني أشخاص أنا بعرفهم، فكان دائما يتجهوا للخيارات اللي هن بيحبوها مو الناس اللي بتحبها. فأهم شيء يعني ممكن هو يسأل مثلا أنا بدي أكتب بهذا الموضوع، هل هذا موضوع أنت بتشوفه مثلا مشوق أو لا؟ فهو الرابط أكيد يعني هو الرابط. أخذ آراء الآخرين. الرابط إيه، يعني هل هو فعلا قدر يلمس يعني أعماق قلب الآخر، قلب المتلقي أو قلب المشاهد؟ أنا أتوقع أنه لامس، لأنه ما شاء الله عليه مثل ما قال سمير شد انتباه القصيدة اللي نعم اللي نعم طريقة الكتابة نعم. جاذبة للانتباه، الكلمات اللي مكتوبة متفق. أنا هنيك طبعا الله يبارك. أنا راح أشل هذا الكتاب معي، هذا على حسابك. أنا ما راح أعطي الله يسلمك. فوق هذا من خلال حديثك أنا استشفيت سؤال في بالي اليوم، هل هو من الضروري أن نحن نشوف المجتمع شو يبي من نوعية الكتابات والمواضيع، لأن نحن فقط لنمشي سوق الكتاب اللي نحن راح نكتبه، أم أنه هي مسألة ذوقية نحن نروح للمجتمع
ولا أن الكاتب هو يكتب فقط المواضيع التي هو يراها ويحولها لكتاب؟ جميل، سؤال جميل. هلأ ببداية أي عمل لنسأل نحن نفسنا قبل ما نسأل أي حد. نعم. أنا شو هدفي من هذا الكتاب؟ نعم. هلأ مثلا أحد ما من الناس ككاتب طبعا أكيد طبعاً. ككاتب يعني ممكن شخص ما من الناس يكتب كتاب هو متقصد فيه شخص معين مثلا، أو متقصد فيه شريحة معينة من الناس، وهذا يحدث. نعم. فهو وقتها رح يتجاهل شرائح الناس كلها أو الانتقادات اللي ممكن. نعم. تجي، أو ممكن يقول أنا بدي أكتب شيء للناس، شيء يلامس وجع الناس. يعني احنا شفنا كثير من الاعمال، يعني لو انا اذكر منها كمان لو تسمحوا لي، اكيد بتشرف اني اذكر فيلم الكمين اللي لامس شريحه كبيره من الناس، حتى المجتمع الغير الاماراتي لامسني الي شخصيا. نعم. وبعرف اشخاص كثير موجودين كانوا فيه. هذا العمل اللي تقدم له كثير قدر يلامس المجتمع اللي غير الاماراتي حتى. فهو بدنا نسال نحن حالنا كيف انت بدك، شو هدفك عفوا من الشيء اللي عم تكتبه، وعلى أساسه أنت ممكن تطور هاي المهارات أو أنت تخلق الأدوات اللي هي تساعدك بتحقيق هدفك. نعم. يعني مثلا أنا هدفي أني وصل الكلام مثلا لشريحة معينة، فأنا بعمل دراسة أو شو الأشياء اللي بتلفت نظر هاي الشريحة وبكتب عنها. والمصداقية هي بترجع إيه؟ بترجع لاختيار مصداقية أكيد. نعم. الكاتب اللي ما بتمتع بمصداقية أكيد هذا يعني فترته قصيرة جدا. نعم. يعني الناس ما بتحترم اللي هو بيختارها واللي ما بيكون صادق معه، والعكس وبتحترم وبتقدر أكثر اللي بيكون قريب من وجعها مثل ما ذكرت. وأساسا القارئ اليوم قارئ ذكي، يعني يعرف من أول ما يستلم الكتاب يعرف أن هذا الكاتب فعلا لديه مصداقية أو لديه رؤية واضحة، لأنه في كثير من الكتاب يعني مو مسألة أن نقلل من شأنهم، لا صحيح، لكن مش كل واحد طلع قال أنا كاتب. صحيح أكيد. صحيح. طبعا أنت عندك مثل ما بديناها في بداية الحوار عندك 4 كتب، روايتين وديوانين. مقل؟ أنا مقيم والحمد لله. لا مقل في كتاباتك يعني، ولا إن هذا الديوانين تأخذ منك وقت طويل في الكتابة عشان كذي أنت مش كثير؟ أنا بالحقيقة أنا عندي 9 كتب. نعم. انتهيت مؤخرا من كتاب اسمه في رحاب العبودية لله، هذا الحين خلص بالضبط، هذا انتهى آنفا لسه يعني قيد الطباعة. نعم. المجموعة اللي موجودة حاليا هي بس المجموعة اللي وصلتني من دور النشر. نعم. ولكن هي مشاركة بدور النشر الأخرى. الفكرة من موضوع الكتابة، أنا دائما يعني ما في وقت محدد بلتزم فيه لإنجاز أي عمل، ولكن أنا ما بطلع العمل إلا لحس إنه هو اكتمل، يعني مثل ما اكتمل نضجه أو إنه جاهز إنه يتقدم للناس. تلقيح يعني. إيه بالضبط. التسرع يعني في بعض مثلا ديوان بين أزهار الياسمين كان سريع معي، بس مقارنة بالباقي لا أخذ وقت أطول. نعم. ومع استمرار الكتابة الكاتب بيصير حريص أنه هو يقدم يعني كتب أو مؤلفات جديدة أو أعمال جديدة. نعم. بجودة أكبر وبقرب أكثر للناس، يلامس الناس أكثر. نعم. فهو ما كان في وقت محدد، هذا للأسف بعض بس الأخطاء. يأخذ منك وقت، المقصود في أنك يأخذ يعني منك تقريباً وقت يعني. تقريباً ممكن يعني سنة وأقل. أيوه. ممكن هلأ كتاب في رحاب العبودية لا أخذ أكثر من سنة، يعني حتى كتدقيق وكمراجعة من أول وجديد. نعم. وإضافات. التسرع أكيد عدو الإنسان الأول. نعم. فأهم شيء إنه الإنسان ما يطلع عمل أو ما يقولوا ويحافظ على ليفل مال اللي هو وصل. أكيد. بس يعني أنا ما عمري جربت أكتب، أكون كاتب يعني أكتب رواية أو كتاب، ولكن أحس إنه يعني ما يصير إني أنا أعدل على كتابتي. ليش؟ يمكن هذه يعني فلسفة قاعدة فلسفة. نعم. لأن اليوم أنا لما أكتب كتابة لأول مرة قاعد أكتب بشعور أنا قاعد أحسه. نعم. بإحساس معين. صح. في هذه الفترة ممكن إحساسي الفترة الجاية مثلا بعد ما أنش من النوم أقوم شو كاتب، أقوم أشق يا عائلة ما عيب. أو ممكن لا. تتغير المفردة يا سمير. تتغير المفردة. عندي تعليق جميل على هذا الموضوع. في مثل سوري عنا نحن بيقول إنه الحلو ما يخبي حاله. يعني الحلو ما بيخبي حاله. يعني الحلو الحلو يظهر يفتن الناس. أكيد. لو كتبته صدقني ما راح تمسحه لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. في الكاتب الإماراتي الأستاذ محمد نور. نعم. اسمه كان اقترح علينا في إحدى الورشات، نوجه له تحية، إنه نحن نحذف أول صفحة نكتبها بالرواية لأنه هي بتكون البداية. فأنت بما أنك كتبت خلي راجعوا بعد فترة رح تحس إنه الشيء الحلو ما فينك تحسفه، يعني ما رح تقدر إنك تحذفه. فبالعكس أنت أو هو يمكن يقصد إنه كان يمر في وقت مثلاً ظرف أو شيء كذي فاسترسل في الكتابة،
فيوم رد قال لا انا ليش، هو ناقش اساسا، انت ناقشت نفسك يعني، فطرحت الموضوع على هذه الفكره. طيب هلا انت بما انه تغير الظرف اللي كتبت فيه، انا انصح دائما انه شخص مقرب منك يقرا. انت نفسك ما صعب انك تحكم على الشيء اللي كتبته بظرف معين. نعم. لانه الانسان دائما بينظر من ضمن الدائره، اللي خارج الدائره ممكن يعني يلامس اللي كتبته شيء معين. نعم، ولكن انت اقنعتني بجمله الحلو ما يخبي. اكيد طبعا طبعا هذا ولا تخبي كتابك يا سيدي. الله يعطيك العافيه استاذ محمد الحلواني كاتب روائي وسيناريست. الله يسلمك. شكرا لتواجدك اليوم معنا. شكرا لكم، واشكركم على الاستضافه الكريمه، وبتشكر الساده جميع الساده القائمين على قناه فجيره، وبتمنى لكم كل التوفيق. الله يعطيك العافيه. أكيد مشاهدينا أكيد رادين لكم بعد هذا الفاصل. تريونا يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وأكيد مستمرين معاكم في رحاب برنامجنا الفجيرة. تجمعنا أكيد أنا والمبدعة سهام. ما عليك زودي يا سمير، الله يعطيكم العافية. مشاهدينا، كثير من المبادرات التربوية والأدبية التي تقام أكيد في دولة الإمارات لإثراء الطالب والمعلم في العديد من النواحي والجوانب، ومنها الصالون الأدبي ومضات فكر، بنتعرف معها عبر الزوم مع الأستاذة هالة أحمد، مسؤولة تطوير جودة للتعليم بمؤسسة الإمارة للتعليم المدرسي. السلام. مرحبا بك أستاذة. مرحبا مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعيده جدا بتواجدي معكم في هذا اليوم وفي هذه الليله المبهجه ان شاء الله. طبعا استاذه، في البدايه نبي نعرف اهم اهداف الصالون الادبي اللي اطلقتوه. في البدايه جاءت هذه الفكره احياء طبعا لافكار الصالون الادبي الذي كان يقام في دولنا العربيه منذ قديم الازل، واستحدثنا فكره الصالون الادبي الرقمي اثناء جائحه كورونا منذ عامين، لاستقطاب طبعا الشخصيات المؤثره في الثقافه والفكر والمجتمع على مستوى دوله الامارات وعلى مستوى الوطن العربي والعالم اجمع. ولكن الان نحن في التطبيق في داخل دوله الامارات فقط. فكان طبعا من اهداف هذا الصالون اننا نسعى دائما الى تنميه مهارات اللغه العربيه، القراءه والكتابه والاستماع والمحادثه، ومهارات التواصل بين الافراد في المجتمع. فجاءت هذه الفكره وقمنا بوضع خطه عمل لهذا الصالون، وهي تعتبر مبادره، ممارسه، مشروع، فكره مبتكره لتحقيق هذه الاهداف المرجوه من اللغه العربيه ان شاء الله، و كسابها أكبر عدد من المجتمع. فهي تنمي الشخصية الخجولة التي لا تستطيع الاندماج في الحوارات الواقعية من خلال الشاشات الإلكترونية. أيضا تتيح الفرصة للتدريب وتوفير التقنيات والتكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة، توفر الكثير من الوقت والجهد والتنقل من أماكن إلى أخرى، تتيح طبعا الحوار دون قلق أو توتر من خلال الشاشات الإلكترونية. واستقطبنا في هذا الصالون مجموعة ونخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والكتاب في جلساتنا للموسم الأول والموسم الثاني. نعم أستاذة هالة، طبعا أطلقتم على الصالون الأدبي اسم ومضات فكر، طبعا هذا من كتابات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. شو سبب هذه التسمية لهذا النادي؟ الومضة دائما هي الشيء المضيء الذي يسلط على الشيء ليظهره أكثر. فكلمة ومضة تعني البريق أو تعني الضوء، والفكر طبعا هي الأفكار التي تدور في أذهان الجميع والتي نسعى دائما إلى تحقيقها. فاقتبسنا هذه التسمية أو هذا الشعار من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من خلال كتاباته طبعا الجليلة والعظيمة التي أعطتنا هذه الفكرة. وكان هذا من طرح من أحد أعضاء الصالون، وهي الأستاذة رانيا اقترحت أن يكون هذا الشعار للصالون الأدب الرقمي. نعم. لنسلط الضوء ونوجه المجتمع إلى فكر بناءة من خلال الممارسات التي نعرضها في الصالون الأدبي، وكذلك نعرض الفكر المستنير في المجتمع والذي ينمي مهارات اللغة العربية ويعدد من الثقافات حول الأفراد والمجتمعات. نعم. طبعا أستاذة، نحن نبي نتعرف معاك عن الأعضاء المشاركين معاكم في هذا الصالون.
معنا طبعا أعضاء الفريق، معكم أنا هالة أحمد مسؤول تطوير جودة التعليم منسق ومشرف عام على الصالون الأدبي، معنا الأستاذ محمد البستاوي وهو من المعلمين المبدعين، معلم لغة عربية ومنسق مادة اللغة العربية في إحدى المدارس في العين وكذلك حاصل على العديد من الجوائز، الأستاذ أيمن النقيب أيضا وهو علامة بارزة في العين من المعلمين المبدعين أيضا وحاصل على العديد من الجوائز، معنا الأستاذة رانيا محمد سالم وهي معلمة لغة عربية أيضا قديرة وحاصلة على جوائز وهاوية للكتابة والقراءة والأدب، معنا الأستاذ صالح النعيم معلم لغة عربية في إحدى المدارس هنا في العين، والحمد لله نحن نعمل دائما كفريق عمل متكاتف. لدينا طبعا كريمة من جمعية حماية اللغة العربية حتى لا أنسى، يعني الفضل لله ثم لجمعية حماية اللغة العربية المتمثلة في رئيس مجلس إدارة. نعم أستاذة هالة، أهم المواضيع اللي تم طرحها من خلالكم. نعم، أهم المواضيع اللي تم طرحها من خلالكم. طرحنا عدة موضوعات، بدأنا طبعا بموضوع الأدب في الإمارات واتخذنا السرد كنموذج، ثم توجهنا إلى بعض الموضوعات الأخرى، الشعر العربي المعاصر استضفنا من خلاله بعض الشعراء، أيضا استضفنا الكاتبة رهف المبارك والشاعرة، استضفنا الكاتبة عائشة الغيث، استضفنا الدكتورة لطيفة الفلاسي طبعا وهي كاتبة وكانت خبيرة في المناهج. نعم أستاذة. نعم. أستاذة هالة طبعا مسؤولة تطوير جودة التعليم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، نحن نشكر لك تواجد معنا، ولضيق الوقت نحن مضطرين نحن يعني نتشكرك وشكرا على هذه المبادرة، على هذه المبادرة وجودك معنا في الفجيرة تجمعنا. شكرا، شكرا لكم، شكرا، سعدت بلقائكم. أكيد سهام نحن مستمرين في فقراتنا المتنوعة ووصلنا لأجمل فقرة نقول أجمل حبها. فقرة اللي نحن نحبها وأكيد أيضا الجميع يحبها في فقرتنا الأخيرة والجميلة من ذاكرة الفجيرة. مشاهدينا وسمير أكيد اليوم بنتكلم أو بنسلط الضوء مشاهدينا على مكان وايد حلو الكل يحبه والكل يعرفه، وتعتبر طبعا هاي منطقة سياحية وأكيد تجذب أو جذبت الكثير من الناس، وهو وادي الوريعة اللي يقع في شمال مدينة الفجيرة ويبعد عنها مسافة 45 كيلومتر. أكيد رحت سمير، لا تقولي لا. كيف ما رحنا هذه المنطقة أو هذا الوادي، المعلم السياحي اللي جذب كل أبناء المنطقة الشرقية وحتى من دولة الإمارات من شتى المكان، يعني حتى عندنا صور في ألبومات الطفولة نحن كنا صغار، يعني أنا كنت بعدني صغير ما أعرف شيء في الدنيا، بعدني صغير بعد، فأخواني الكبار وأبوي وكل اللي موجودين من الأهل كانوا رايحين يطبخون هناك ويسبحون، وأيام حلوة وعلى البيكة بعد راكبين ورا. وانت يعني تتكلم تدرش الدكات الذبايح فعلا يوم يعلقونها بالصدر ويذبحون ويطبخون، يعني أجواء جميلة وأيام جميلة. صح. في فقرتنا فقرة الفجيرة تجمعنا وفي وادي الوريعة. أكيد هذا الوادي يتميز بطبيعة نادرة لامتداده بين خرفكان والبدية، ويحيط في سلسلة من الجبال، وأكثر شيء أيضا يميزه عن كثير من الوديان أنها محمية طبيعية يا سهام. أكيد مشاهدينا محمية طبيعية تعتبر أو تعتبر من أجمل المحميات الجبلية في الدولة، فيها العديد أكيد من الحيوانات والطيور المتنوعة وكذلك عدد من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وأخذت شهرتها أكيد من طبيعتها الجميلة الساحرة. نعم أكيد، بالإضافة مع غير العيون، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب في مياه البرك، ومثل ما قال سمير التجمعات الأهالي ونقول الاجتماعات هذه اللي كانت فيها، طبعا هاي بروح تزيد من جمال هذا الموضوع مشاهدينا. وصلنا للختام، إن شاء الله فقراتنا نالت إعجابكم، في الفجيرة تجمعنا. سمير أكيد سهام، الله يعافيك يا سهام، وشكرا لك لوجودك معنا، وإن شاء الله أكيد مشاهدينا استمتعتوا في فقراتنا المتنوعة، راجعين لكم بكرة إن شاء الله في حلقة مليئة في مغامرات جديدة في برنامجكم الفجيرة تجمعنا. إلى ذلك الحين نقول لكم وداعا وإلى اللقاء، مع السلامة.